ألهمت الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط الفنانة رشا عليان لتطلق لريشتها العنان بمعرضها الشخصي مهد الحضارة، معتمدة عنصر الخلفية من ألوان أكريليكية بنمط البوب في تصوير واضح للأحداث القائمة. الخلفية اللي هو البوب آرت، وهذا سببه أنه أنا طول عمري قبل ما أكون برسم على الكانفاس كنت إلستريتر وبشتغل كتب أطفال ومجلات، وبحب الشغل البسيط والساذج زي رسومات الأطفال، وبحب الألوان الفاتحة، فحتى لو كانت الرسالة وراء اللوحة سوداوية أو غامقة بحب يكون أول إشي لما الواحد يشوف اللوحة يحس بسعادة بسبب الألوان، بغض النظر زي ما قلت إيش القصة اللي وراها. ألوانها أكريليك مو زيتية، الأكريليك مثل ما هي يعني روش يسموه بالعربي، يعني ما مطبوخة مثل ما هي. إحنا معودين عن طبخة الألوان، هي ماخذ اللون مثل ما هو ومنزلته، مو غلط يعني، هذه فكرة جديدة. الخطوط السوداء شوية قوية عندها، بس يمكن هي هذا اللي يميزها، يعني تفسر كل منطقة بخطوط سوداء ودائما مستقيمة أو أفقية. المعرض راصد الكثير من المظاهر الإنسانية والطبيعية التي تعبر عن الحياة وتنوعها من خلال لغة تشكيلية واعدة عكست الوعي الفني للأحداث التي تدور والتي يعيشها الفنان. فنانة تشكيلية رشا العليان ومعرض مهد الحضارة حاولت توصل من خلال مزج الأكريليك مع فن البوب رسالة عن الحضارة العربية، رغم أنه الفنانة كانت موافقة باختيار الألوان اللوحات اللي كانت تسر الناظرين، لكن كان الطابع الأسود دائما موجود باللوحات، وهذا دليل على أنه الرسالة اللي حاولت توصلها أنه رغم السواد اللي مرت به الأمة العربية بهذه الفترة إلا أن الفن لا زال موجود، التراث العربي يجب أن يحيا من جديد. حقيقة اللي طلعته واللي شفته من خلال اللوحات اللي معرضة بأنها لوحات أنيقة جميلة فيها لمسات بأفكار جديدة غير مطروقة مسبقا. الألوان اللي كانت مستخدمة كانت ألوان زاهية أنيقة تعبر عن الحياة، تعبر عن أشياء حيوية جميلة، فأتمنى كل التوفيق لصاحب هذا المعرض القائم عليه. اللوحات أظهرت أسلوبا واقعيا متقنا برسم البيوت القديمة بجمال الألوان وبساطة الفكرة، لتمثل خطوة تشكيلية واعدة وتعطي بعدا لصدقية الفن ورسالته التي يطلع بها الفنان. بين الأكريليك والبوب آرت جسدت الحضارة والتراث العريق بلوحات فنية مميزة بمعرض الفنانة رشا عليان مهد الحضارة. من العاصمة الأردنية عمان لبرنامج صباح العراقية، زيد الطاري.